السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم انا جبت لكم وصفه زوينه، كيراتين للشعر اللي كيرد الشعر فحال الا دايره ليه شي بروشينغ، وفي نفس الوقت كيغذيه وكيعالجه. يلا نبداو على بركه الله. لهاد الوصفه غادي نحتاجو الرز الابيض، الرز عادي ماشي الرز كلاصي، الرز الابيض، زريعة الكتان، زيت اركان، ولا تقدروا تعوضوها باي زيت. انا عوضتها بزيت العود حيت ما عنديش زيت اركان، عوضتها بزيت العود. وزيت لافوكا، زيت لافوكا، شويه ديال زيت لافوكا، من الاحسن يكون زيت اركان، ولكن الا ما كانش تقدري تعوضيها بزيت العود او اي زيت واحده اخرى متوفره عندك، اي زيت متوفره عندك. غادي ناخذ الرز، غادي نديروه يطيب مزيان. غادي ناخذ زلافه ديال الرز، كل وحده على حساب الشعر ديالها، واش طويل ولا قصير ولا متوسط، المهم كل وحده على حساب الشعر ديالها. انا خديت غير زلافه من هادي وزلافه من هادي وخرجت ليا تبارك الله بزاف. غادي ناخذ زلافه ديال الرز، غادي نديرو معاها الماء، وغادي نخليوها تسلق مزيان، يطيب الرز مزيان مزيان مزيان. كذلك زريعة الكتان حتى هي غادي نديرو معاها الماء ونخليوها حتى هي تطلق مزيان في داك الماء، وتطلق وتطلق مزيان. من بعد غادي نطحن الرز، من بعد ما طحناه حصلنا على هذا الخليط، غادي نطحنه في الخلاط الكهربائي. من بعد ما طحناه حصلنا على هذا الخليط هذا، وزريعة الكتان حتى هي طحناها بالماء ديالو، بكل شيء بالماء ديالو، ما يكونش الماء بزاف باش ما تجيش جاريه لا الرز ولا زريعة الكتان. من بعد ما طحنا الرز غادي نطحنوا زريعة الكتان حتى هي، وحصلنا على هذا الخليط حتى هي، طحناها في الخلاط الكهربائي حصلنا على هذا الخليط. من بعد غادي نديروا داك الرز، راه الكيراتين زوين بزاف البنات، زوين بزاف. وزريعة الكتان حتى هي غادي نديروها، نزيدو عليهم معلقه ديال زيت اركان، ولا ما كانش متوفر نعوضوه باي زيت كاينه، معلقه كبيره، ندير انا 2 معالق صغار، معلقه كبيره ديال زيت اركان او اي زيت متوفره. وزيت الافوكا حتى هي غادي نديرو معلقه كبيره، معلقه كبيره عامره بزاف، راه مزيانه زيت لافوكا ولا زيت اركان، مزيانين بزاف للشعر والبشره لكل شيء. من بعد غادي نحاودو نطحنوهم في الخلاط الكهربائي مره اخرى حتى نحصلوا على هذا الخليط. من بعد ما طحناهم في الخلاط الكهربائي مجموعين حصلنا على هذا الخليط بحال الكريم، انتما كتشوفوا خاطر ما بقاش داير بحال اللي كان زريت كتان بوحدها ولا راس بوحدو. هاد الكيراتين غادي نديروه فوق الشعر، غادي نابليكيوه مزيان خصله بخصله، كل خصله غادي نديرو لها الكيراتين مزيان مزيان، نعمروها بهاد الخليط هذا ونجبدوها. معدنا كنديرو هاد الخليط في الشعر، وحنا كنجبدو الشعره مزيان، كنجبدوها. من الاحسن ديرو لك شي وحده، ولا ما كانتش يعني اللي ديرو لك يمكن لك تصوبيه راسك مزيان. هاد الوصفه كتغدي الشعر حيت فيها غير الرز وزريعة الكتان، كتغدي الشعر وفي نفس الوقت كتردو الرطب بحال الحرير، كتردو بحال الا درتي له البروشينغ. يلا البنات نوضو توكلوا على الله وبداو، ومهنا ان شاء الله العيد تكون تغير لا الشعر ولا الوجه ديالكم بهاد الوصفات الطبيعيه اللي ما كتضرش، بالعكس. يلا ان شاء الله من العيد يكون كلشي تغير. وإذا جربتوا الوصفه وعجبتكم تابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، وما تنساوش تبارطاجيو باش تعم الفائده. وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.